ختام هالنشرة، ومثل ما بتقول فيروز بالآخر في آخر، هيدي كانت آخر نشرة بطل فيها عليكن بعد 11 سنة كنت عم طل فيها على هيدي الشاشة الوطنية. اليوم بينتهي مشواري هون، مش لأن المؤسسة استغنت عني، لا، بس لأن ما بقى قادر ضل بأرض هي مقبرة للأحلام. أنا فالل لأن قرفت منكم، أو بالأحرى لأني مني ملاقى وطن انتو عملتوه على قياسكم.